أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد العديد من الإشاعات حول وجود علاقة حب تجمع الممثل كرم بورسن مع الممثلة ستيفاني كايو، وظهور كرم في آخر مقابلة له ونفيه لهذه الإشاعات ونفيه وجود علاقة حب تجمعه مع الممثلة، قامت ستيفاني بتصرف غريب في الأيام الماضية، حيث إنها قامت بإلغاء متابعة كرم بورسن في حسابها على الإنستغرام وإلغاء متابعة صفحة وكالة كرم بورسن في إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، في حين إن كرم بورسن لم يقوم بمتابعتها من الأساس بعد إن قامت هي بمتابعته، ومن الممكن لذلك السبب قامت بإلغاء المتابعة، أو قال الجمهور إنها كانت معجبة بكرم ولكنه لم يعطيها فرصة للتعرف عليه ولذلك قامت بإلغاء متابعته. أنتم ما رأيكم؟ لماذا قامت ستيفاني بإلغاء متابعة كرم؟ هل لأنه لم يقوم بمتابعتها أم لأنها كانت معجبة به ولم تجد فرصة؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.